مرة رائع وكنت مرتبك فيه، وكان شعور ما ينوصف. كان جميل جدا يعني، أنا اتبسطت بمعنى الكلمة. جميل، كان كتير حلو أدائي اليوم على المسرح وأنا فخور بأدائي. حلو، رائع، ممتعة. أفضل عنصر أني موجود في فريق نانسي لأني أنا محب نانسي من أول وحب أني أختارها. أنا من أول أصلاً كنت عاوز أدخل مع فريق حماية، لأن فريق حماية كله قوي، فأنا أدخل معاه هنافس عشان حماية هيدربني. أنا فرحان أني في فريق عاصي لأنه فنان كتير كبير. أكتر حاجة ساعدتني أن أنا في فريق عاصي أنه هو فريق الملك، وأن أنا أساساً أن أنا كان نفسي أن هو يختارني أو أن أنا أختاره أو هو يدفلي. أنا أحب الجزائريين. He is familiar with English music as well as Oriental. إن أنا أتعلم حاجات كتيرة جديدة وهستفاد، وبرضه أنا شفت دلوقتي النهاردة يعني كنتش أحلم إن أنا أشوف اللي أنا شفته النهاردة. تجربتي على المسرح وتعرفت على أصدقاء جداد وتعرفت على المدربين. إنه أطلع في التلفزيون. إنه حققت حلم ستي. إني وقفت قدام أكبر مسرح في العالم وإن أنا قابلت فنانين كبار جداً. تحقيق حلم. I love meeting people from all around the Middle East. It's been so interesting and so eye-opening. بإذن الله إلى مرحلة المواجهة راح أقدم الأفضل إن شاء الله يكون أحسن من كذا. أحسن أكثر من النهاردة وأحاول ما توترش ولا خايف. إن شاء الله أفوز. ووعدكم إني أقدم أفضل ما عندي. أبدع وصابر. I will try my hardest whatever the outcome.